فيما يخص الأسرة خويا، وش راح نقول خويا، فككت أسر بزاف وصاروا مشاكل بزاف بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التليفونات كتعرف. وش راح نقول خويا، جست الإنسان يحاول يفيتي على قد ما يقدر هذه الحوايج، تخلط بزاف وقت تشوف فيها الأيام هذو كثروا البلايص، كيف راح نقولك، مواقع تاع نصب واحتيال، يحتالوا على عباد نتاعنا ثاني، ما عندي ما نقول فيهم مثلا بنص عقل، يتبعوا برك غير يسمع حاجة يصدموا برك. راك حاب تتنقل بكل أمان وأريحية وين ما حبيت وقت ما حبيت؟ يا طير سيرفيس ما راحش تلقى خير منها. واش راك تستنى؟ طلع الابليكاسيون وسجل نفسك بطريقة سهلة. اكتب الاسم واللقب، الايميل، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، الجنس، ذكر ولا انثى. يلحقك SMS في الرقم اللي سجلت به. دخل الارقام الموجودة في SMS وابدأ اول رحلة تاعك معنا، واغتنم التخفيضات اللي توصل لحتى 50%. معايا طير، قاع نطيرو. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.